السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في كيك باش تشوفوا الجديد اللي داخل لنا اليوم. واول حاجه لاحظتها هي هذه المزهرير، هي نتاع بلاستيك بحال الشكل اللي كانوا داخلينهم اكسيو. كاين فيه هذا الشكل، كاين فيه حتى هذا الشكل، والثمن ديالو 2.99 €. وكاينه حتى هذه المزهريه اللي هي نتاع بلاستيك اللي مكتوبه بها بالانجليزيه، وخفيفه بزاف. هذا الشكل ديالها، الثمن ديالها ما عرفتش فين كاين. غادي نشوف واش كاين هنايا، كيبانش ليا، ما عرفتش فين داروا الثمن تاع هادو. وكاينين هادو، هاد الخزانات اللي عندهم هاد المجوره اللي هما صغيور اللي هما نتاع الخشب. غادي نفتحو داكشي علاش ما بغاش يتفتح، حيت هو من المقلوب اللي داروه. كيفاش كيتفتح؟ كاين هاد الشكل وكاين حتى هاد الشكل، وفيهم الاكسسوارات ديالكم، الثمن ديالو 2.99 €. وكاينين حتى هاد الصنادق، كاين هذا الصغير الثمن ديالو 1 €، كاين هذا اللي هو شويه كبير الثمن ديالو 1.59 €. وجابوا حتى هذا الديكور على شكل قفص اللي هو كامل تاع الحديد، تقدروا تحلوه منه وتحطوا فيه شميعه، ولا تحطوا فيه اي حاجه بغيتوها. تقدروا تحطوا فيهم حتى في التقديم، علاش لا. الثمن ديالو 4.99 €، الشكل ديالو رائع. عنده هنايا بحال العصفور هنايا، وكاين حتى هذا الفاز. هذا عجبني الشكل ديالو كما كتلاحظوا، راه هو نتاع البديع، واللي الثمن ديالو 4.99 €. كما كتشوفوا الشكل ديالو رائع. وكاين حتى هذا تحطوا فيه اللوريضات، هذا نشوف الثمن ديالو ما عرفتش فين كاين. ها هو الثمن ديالو 2.99 €. ولاحظت هنايا هادو، حتى هادو اكسيو كانوا داخلينهم اللي فيهم البيستاج والغوز، حتى هادو كيصلحوا للشميع. الطريقه اللي داخلينها الاكسيو نفس الشكل نفس الديزاين. شوف الثمن ديالو نتاع هذا الثمن. وكاينين هاد الديكورات، راه هو نتاع البديع، الثمن ديالو 1.59 €. اللي فيه هنايا هاد القليبات هنايا، ديروا هنايا حتى الشميعات كيصلح للشميعات، الشكل ديالو رائع. وكاين حتى هاد الطاوله، هادي زوينه عجبتني الشكل ديالها، راه هادي نتاع الحديد وهذا نتاع الحجر، راه هي صغيره ماشي كبيره بزاف. الثمن ديالها 9.99 €. وكاينه اليوم هاد الساعه بهاد الشكل، كي لاحظت هنا جوج نتاع الاشكال، كاين هاد الشكل وكاين هذا. هاد الساعه شوف الثمن ديالها 4.99 €. واللي كيقلب على البلاطويات ديال اكسيو وماشي حداه اكسيو، راه اليوم جابوا نفس بلاطويات، جابوهم في كيك كما كتلاحظوا، نفس بلاطويات اللي كانوا داخلينهم واحد المره في اكسيو. عندهم هنايا هادي الاستراس، وكاين هنايا المرايه، كاينه هادي الصغيره الثمن ديالها 2.99 €، كاينه الكبيره كما كتلاحظوا الثمن ديالها 4.99 €. كيفاش كيجيو؟ كندير لكم هكا باش تشوفوا الحجم تاع الكبيره وتاع الصغيره. كما كتلاحظوا راه ما كاينين في كيك، اول مره كنلاحظهم في كيك. وكاينين حتى هاد البلاطويات، اليوم دخلوا بزاف تاع البلاطويات. كاينين هادو راه هو كامل حديد، وفيه هنايا هاد النقش منا ومنا. كاين هذا الصغير الثمن ديالو 3.99 €، كاين الحجم الكبير بحال بحال الثمن ديالو 4.99 €. كيفاش كيجيو هذا؟ وهذا فيه الالوان، كاين الابيض كاين البيستاج وكاين حتى الغوز. وكاينين هاد الوسادات هادو اللي هما صغيورين وفيهم الالوان، كاين الاصفر كاين الكري كاين هاد اللون
البرتقالي، هنا كيبان بحال الغوص. وكاين حتى هذا الكري اللي فيه هذا الثوب اللي فيه بحال الريش. هادو الثمن ديالهم بأورو، تحطوهم في الغرفة نتاع الأطفال. وكاين حتى هذا اللي مكتوب فيه واو باللون الأبيض والكري، الثمن ديالو أورو 99 سنت. وكاين فيه هادي، كاين الاختلافات، هذا باللون الأخضر. وكاينين حتى هاد الوسادات اللي جايين على شكل نجمة كما كتلاحظوا. كاين فيه الألوان، كاين هاد اللون، كاين هاد اللون اللي فيهم 40 على 40 سنتيم، والثمن ديالهم 9 أورو و99 سنت. وكاينين حتى هاد السواني اللي هما نتا بلاستيك، كاين هاد الحجم الصغير بالثمن ديالو أورو 99 سنت. وكاين حتى الحجم الكبير، هذا كاين حتى الحجم الكبير، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وكاين فيهم حتى الأشكال، كاين هاد الشكل، كاين هاد الشكل، كاين هادو، هادو هما الأشكال اللي كاينين. وكاينين حتى هاد العلب اللي هما نتاع الحديد، هادو اللي فيهم 3 لداخل، من الكبير حتى الصغير، الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت، ها الشكل ديالهم. وكاين حتى هاد السينيات بنفس اللون نتاع العلب، راه هو نتاع الحديد كما كتسمعوا، على شكل قلب، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وكاينين هاد الزلايب، هادو راني كنت درتها لكم واحد المره، لاحظت هادو اللي داخلين جداد، هادو على الشكل ديالهم، تشوف الثمن ديالو 59 سنت. هادو تحطوا فيهم اي حاجه بغيتوها، راه هو صغير. ولاحظت اليوم كاينين هادو، هادو عجبوني بزاف، اللي في الباكيه فيهم 4، الثمن ديالو أورو 59 سنت. هادو راهما علب، غادي نحطو هنايا باش تكون الصوره واضحه. فيهم 2 باللون الابيض و2 باللون الاحمر، هادو زوينين، هادو الاغلبيه زوينين، تحطو فيهم الكونفيتير في التقديم او اي حاجه بحال الكونفيتير الشكلاط او زيت الزيتون، هادو في التقديم كيجيو رائعين. وكاينين حتى هاد العلب، نفس العلب اللي وريت لكم لهي، هادو كاينين فيهم حتى الحجم الكبير، اللي في الباكيه حتى هما فيهم 4، اللون الاحمر والابيض، هادو فيهم الكتابه بالانجليزيه. نشوف فقط الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. حتى هادو زوينين، تحطوا فيهم الكونفيتير واي حاجه بغيتوها. وكاينين هادو، حتى هادو بالو ليا جداد، هادو الثمن ديالهم 79 سنت كما كتلاحظوا، تحطوا فيهم هادو زوينين العطريه هادو. وكاينين حتى هاد الكيسان، لاحظتهم داروا فيهم تخفيضات، هادو في الاول كانوا بأورو 99، رجعوهم بأورو، دابا ولاو ب50 سنت. هادو نتاع الماء او نتاع العصير. وكاينين هاد السلات اللي هما على شكل قلب، هادو عندهم هنايا هاد باللون الكري، كاين الاختلافات حتى في الالوان. لاحظت هنايا كاين حتى هاد اللون كما كتشوفوا، هاد الثمن ديالو غادي نشوف، راه كاين هنايا 3 أورو و99 سنت. هادو زوينين، تحطوا فيهم الخبز او اي حاجه. وكاين حتى هاد العلبه، غادي نشوف لكم عندها هاد البلاصه نتاع الحجر، راهي كتفتح، غادي نفتحها هاد الطريقة. راه هاد نتاع الخشب وفيها الكتابة بالإنجليزية، كيبان الشكل ديالها داك الشكل اللي هو القديم، ستيل اللي هو قديم اللي بغيت نقول لكم. الثمن ديالو 4 أورو 99 سنت. وكاينين هاد الزرابي، هادو اللي هما خاصين نتاع الحمامات، غادي تشوفوا كيفاش كيجيو، كنوري لكم الملمس ديالو اش كيكون منا. الثمن ديالو 7 أورو 99 سنت. وفيهم الالوان، كاين هاد اللون، كاين هاد اللون، كاين هاد اللي هو الذهبي اللي هو رائع هاد اللون. وكاينه هادي، هاد اللي كتعلق، تقدروا تعلقوها في اي بلاصه كما كتلاحظوا، على شكل اناناس، وكاين عندها هاد العيبه هنايا،
والثمن ديالها غير بأورو. وكاينه حتى هذه هاد المزهريه راه هي نتاع بلاستيك كامله، وهذا راه هو نتاع الخشب. لاحظت بداو كيدخلوا الاشياء نتاع الخريف، وراح الفصل الصيفي يلاه بدا وبداو كيدخلوا الاشياء نتاع فصل الخريف. هذا الثمن ديالو 4.99 أورو. وكاينين هادو كما كتلاحظ قلت لكم بداو كيدخلوا الاشياء نتاع الخريف. كاين هاد السنجاب كديكور، الثمن ديالو 3.99 أورو. كيجي بهذه الطريقه وفيه الاشكال المختلفه، كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل، وكاين حتى هذا الثقيل شويه، الثمن ديالو 3.99 أورو. وكاينين هادو اللي هما صغيورين، الثمن ديالهم 1.99 أورو. وكاينين هادو اللي هو صغير كاع، الثمن ديالو 1.59 أورو. وكاينين هادو اللي كنعلقوهم في الباب نتاع الدار اللي مكتوب فيهم، حتى هو على لوتيم تاع فصل الخريف، الثمن ديالو 3.99 أورو. وكاين حتى هاد الشكل اللي مكتوب فيه ويلكم، هذا شوف الثمن ديالو 2.99 أورو. وكاينين حتى هادو كما قلت لكم فصل الخريف اللي مكتوب هنا بالالمانيه، الثمن ديالو 3.99 أورو. وكاينين هادو زوينين، حتى هادو تقدروا تعلقوهم في الباب، الثمن ديالو 2.99 أورو. وكاينين هادو، هذا داير بحال العش ولكن تاع السنجاب، الثمن ديالو 3.99 أورو. كاين هاد الشكل، كاين حتى هاد الشكل، هذا الشكل ديالو رائع. وكاين هاد الديكورات اللي فيهم جوج نتاع الالوان، كاين هذا وهذا، الثمن ديالو 1.99 أورو. كاين هذا راه هو هذا نتاع الخشب كامل، الثمن ديالو 1.59 أورو. كاين هذا الشكل نتاع البومه 1.59 أورو حتى هو. كاين هذا الحجم الكبير 1.99 أورو. وكاينين هادو كتلاحظوا، هذا راه هو نتاع البديع، الثمن ديالو 1.99 أورو اللي فيهم الالوان، كاين هذا اللون، كاين الاخضر، وكاين الحيه بحال البرتقالي، كاين الحجم الكبير اللي الثمن ديالو 2.99 أورو. وكاينين حتى هاد الفراشات اللي في الباكيه فيها ثلاثه اللي هما شميعات على شكل فراشه، الثمن ديالو 1 أورو. وكاين هاد الغوص فيه الالوان، كاين الابيض، كاين لون البيستاج. وكاين حتى هذه راه هي خشب، داير بحال الصندوق وعندو هاد البراصه، راه هو عندو الروايد نتاع الخشب. هذا تحطوه كديكور، تحطو فيها اي حاجه بغيتوها. هاد نشوف الثمن ديالو 9.99 أورو. هادو تقدروا تحطوه حتى في الدوش اللي عنده الحمامات الكبارين، تحطوه هنايا الفوطات نتاع الحمامات. كنعطي لكم فقط الافكار وصافي. وكاين هاد الكادر نتاع الصور، كيفاش كيجي، كديروا هنايا الصور ديالكم وتحطوا حتى هنايا اي حاجه بغيتوها، هو نتاع الخشب، تقدروا تعلقوا تقدروا تحطوه، الثمن ديالو 2.99 أورو. وكاينين حتى هادو راه هو في الجهه نتاع الادوات المدرسيه. لاحظت هذا لهاد اللوحه اللي كيجي معها القلم ديالو، انا الاغلبيه هاد الشيء كنديروهم بحال التقديم تاع الاكل، تكتبوا هنايا اي حاجه بغيتوها، الثمن ديالو 1.99 أورو. اولا تحطوا فيها الاسماء بحال عيد الميلاد بحال السبوع، كنعطي لكم فقط الافكار وصافي، تكتبوا اي حاجه بغيتوها هنايا، ماشي غادي تشوفوا هذا الشيء في بلاصه نتاع الادوات المدرسيه، صافي راه هما خاصين الادوات المدرسيه، الواحد يستغلهم في اي حاجه بغيتوها. وكاينه حتى هذه على شكل القلب، دايره بحال الصبورات اللي كيجي معها حتى الطباشير، راه هي كتعلق، تعلقوها او تحطوها في اي بلاصه بغيتوها، والثمن ديالو 79 سنت، اولا تكتبوا فيها اي حاجه. وكاين حتى هذا الشكل، هذا حتى هذا راه هو الصبوره، الثمن ديالو